السلام عليكم، معكم الأستاذ طالب علاء، أستاذ العلوم الفيزيائية. مرحبا مرة واحدة أخرى في الجزء رقم 9 للوحدة الأولى، المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في محلول مائي. وش هنشوفه في الجزء هذا؟ هنشوفه زمن نصف التفاعل تيندومي. هنشرح لك وشنو هو التيندومي وشنو هي أهمية تاع التيندومي وكيفاش نقدر نجيب التيندومي. ولحد الآن من فضلك الناس اللي يتبع دوكا الجزء هذا مباشرة وما شافتش الأجزاء السابقة، الحاجة اللي تعاونك باش تقدر تفهم هذا الجزء هو الجزء رقم 7 والجزء رقم 8 اللي هو العلاقات. بس كان في بعض الحالات التيندومي باش نقدر نحدد قيمته بيانيا لازم نبرهن، وباش نبرهن نسحق نعرف نخدم العلاقات، وبالعلاقات معناه نستخدم جدول التقدم. تبع معي التيندومي. أول حاجة تعريف تاعه وش يكون؟ عبارة عن مدة زمنية اللازمة لكي يصل التقدم X نصف قيمته النهائية. سمعنا تقدم X دائما يزيد، هكا هذا التيندومي هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي ولا نصف تقدمه الأعظمي. سمع التعريف تاع التيندومي كي نجي نعرف هنا، التيندومي هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي ولا نصف تقدمه الأعظمي. معناه لما T يساوي T أندومي التقدم X يكون يساوي X فينال على 2. هذا هو تعريف تاع T أندومي. اسمع كي شخصك يقول لك عارف T أندومي تقوله هو الزمن لازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه الأعظمي ولا نصف تقدمه النهائي، وتشجع تعريف تاعك بهذه العبارة. تكتب له كي يكون T يساوي T أندومي التقدم X يكون وصل X فينال على زوج. مثال تبعتوا معي باش تفهموا شنو هذا زمن تيندومي. مثلا عندي زمن تي يتبدل بالسكوند، مثلا مع الاول يكون 0 ومن بعد 1 2 3 4 5 6 7 8، والتقدم X هذا مقدار دائما يزيد دالة الزمن. نقولوا مثلا مع الاول كان 0 ومن بعد ولا 3 ومن بعد ولا 4.5 ومن بعد ولا 5.3 ومن بعد ولا 5.6 ومن بعد ولا ما بيش 5.7 5.8 6 6. سما تلاحظ معايا وكان شوفوا القيم هنا، تبع معايا في الخمسة هنا 7 في الستة 5.8 في السبعة 8 وهي رايحة. سما تلاحظ معايا بأن المقدار X راهو يزيد بدلالة الزمن. معلي كان 0 3 4 ونص 5.3 5.6 5.7 5.8 6 6 6 6 معناها كل قيمة تعاودت محسوب بالمنحنى ثبت، معناها المقدار تاع X ثبت. تاندومي هو الزمن لازم باش يوصل X نصف قيمته النهائية. نصف قيمته النهائية مقدارها هنا 6. نصف قيمته النهائية معناتها 6 على زوج اللي هي شحال؟ 3. شحال جازت مدة زمنية باش يوصل 3؟ 1 سكوند. معناتها هذا هو التيندومي. سما هنا التيندومي حسب التعريف هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل ولا لبلوغ التقدم X نصف قيمته النهائية ولا نصف قيمته الأعظمية. سما كي تحب تجيب تيندومي تلاحظ معايا بلي هنا الزمن كي يكون يافونسي التقدم X كان مع الأول 0 3 4 ونص 5.3 وهي رايحة، وثبت في قيمة قدرها 6. تيندومي هو الزمن اللازم باش يوصل X نصف قيمته الأعظمية. قيمته الأعظمية هي 6، نصف قيمته هي 3. شحال استغرق مدة زمنية باش يوصل 3؟ ثانية واحدة. معناه هنا تيندومي يساوي 1 سكوند. وفي الباك ما حشيتك جدول كيما هذا باش تجيب تيندومي، يعطيك منحنيات ونحن نعلمك كيفاش تستخدم المنحنيات باش تقدر تجيب التيندومي. وفيما يتعلق بالمنحنيات عندنا بعض الحالات الإجابة تاعي تكون مباشرة، معناتها نجاوب مباشرة بدون تعليل، وعندنا بعض الحالات وين لازم تعليل باش نقدر نجيب التيندومي. بس كتلاحظ معايا بلي التيندومي يهدر غير على تقدم إكس، واضحة؟ سما هنايا لما تي يساوي تيندومي إكس يساوي إكس فينال على زوج. ونعطيك ملاحظة هامة جدا، تيندومي ما عندناش قانون نحسبو به في الوحدة الأولى. في الوحدات تاع الفيزياء كي نقراو التيندومي، معناتها فيزياء ماشي كيمياء، في الكيمياء التيندومي تجيبو بيانيا، في الفيزياء التيندومي عندنا قانون نحسبو به، معناتها نعطي قانون عندك كلش تحسب تلقى التيندومي شحال يساوي. اسكو عندنا قانون هنا؟ ما عندناش. التيندومي في الوحده الاولى تاع الكيمياء نجيبوه بيانيا فقط. تبع معايا وشنو هما الحالات اللي قادر تلاقى بهم كاع باش تقدر تجيب التيندومي؟ الحاله رقم واحد، تبع حاله رقم واحد، كي يعطيك منحنى تغيرات X بالمول بدلالة الزمن T مثلا بالسكوند، وحبيت تجيب تيندومي وثبت المنحنى تاعك في قيمة، هذه القيمة النهائية هدرنا عليها ديجا في الفيديوهات السابقة واسمه التقدم النهائي X فينال. هذه قيمة X فينال، وش دير باش تجيب تيندومي؟ تقسم هذا المقدار على زوج، سما تولي X فينال على 2. تعين القيمة تسقط في البيان وتسقط في محور الفواصل، هذا المقدار هو التيندومي.
سما طريقة إيجاد تاندم كي يكون عندك منحنى تغيرات إكس ذات الزمن تي ومنحنى ثبت، تروح تدير القيمة اللي ثبت فيها اللي هي القيمة التجريبية لتقدم إكس واسمها إكس فينال، تروح تقسم هذا إكس فينال على 2 تسقط في البيان تلقى تاندمي. هذه ما فيهاش قاع تكسر راس كي يقول لك حدد قيمة تاندمي والبيان أو رسم لك إكس دائرة الزمن تي، تروح للإكس فينال هذه قيمة إكس فينال تقسمها على زوج تسقط في البيان تلقى تاندمي. هذه الحالة الأولى وهي حالة سهلة قاعدة قادة تلقى بها. حالة 2 تبع معي. الحالة 2 كياتك منحنى تغيرات إكس بدلالة الزمن تي مثلا كيف بالسكوند و إكس راو بالمول، ويعطيك شوية منحنى ما يعطيكش قاع المنحنى، محسوب يعطيك قيمة تاع المنحنى من هذا الشكل. واضحة؟ هنا باش تقدر تجيب تي اندومي رد بالك دير هذه القيمة على زوج. واش راح نديرو هنا باش نقدروا نجيبو تي اندومي؟ نروحو نحسبو إكس ماكس من جدول التقدم، نروحو نحسبو إكس ماكس من جدول التقدم. هذيك القيمة تاع إكس ماكس اللي تجيبها من جدول التقدم تقسمها على زوج تلقى عدد، هذاك العدد تروح تعينه في البيان تاعك، معناتها تروح تحوس في البيان على إكس ماكس على 2 تسقط في البيان تلقى تي اندومي. نعاود الحالة الأولى كي يكون رسمك منحنى تغيرات إكس ذات زمن تي ومنحنى ثبت، تروح للقيمة اللي ثبت فيها اللي هي إكس فينال، وإذا كان تفاعل تام هي نفسها إكس ماكس، هذه القيمة تقسمها على زوج تسقط في البيان تلقى تي اندومي. في الحالة رقم 2 كي يعطيك منحنى تغيرات إكس ذات زمن تي ومنحنى ما ثبتش، واش تروح دير؟ تروح الجدول التقدم تاعك تحسب إكس ماكس. شيخ كيف نحسبوا إكس ماكس؟ روح شوف الله أعلم وقدرناها في الجزء رقم 4 ولا الجزء رقم 5 كيفية حساب إكس ماكس. باش تقدر تحسب إكس ماكس تروح تفرض بلي تفاعل تام، وإذا قالك تفاعل تام تبين بلي تفاعل تام، وإذا قالك بلي راهو غير تام هكاك وتروح تفرض بلي راهو تام باش تقدر تجيب إكس ماكس. سمع هنا واش دير؟ تروح تعدم هذا المقدار وهذا المقدار وتحسب إكس ماكس أصغر قيمة هي إكس ماكس، هذيك القيمة تاع إكس ماكس نقسمها على زوج نلقى عدد، هذاك العدد نروح نعينه في البيان تاعي نسقط مباشرة نلقى تاندومي. واضحة لحد الآن؟ اسمع هذوما الحالات البينين والسهلين اللي قاعد تلاقى بهم باش تجيب تي اندومي. اشكو هذوما الحالات اللي تلاقى بهم بزاف؟ لا لا، الحالات اللي تلاقى بهم بزاف كي يرسم لك مئة تغيرات مقدار اخر من غير اكس، معناتها يرسم لك تركيز، كتلة، حجم الغاز، كمية مادة، ناقلية نوعية، ناقلية، اللي جات. انا هنا باش نعلمك كيفاش تستخدم هذوك المنحنيات وكيفاش الاجابة تاعك تكون بمنهجية باش تدير العلامة الكاملة. تبع معايا حد الآن؟ هذو ما نقاط سهلين، الحالة الأولى والحالة الثانية باينة كي يكون رسم لي إكس بداية الزمن تي. دوكا الحالة رقم 3 تبع معايا. الحالة رقم 3 الحالة رقم 3 كي يرسم لك في التمرين منحنى تغيرات مقدار آخر بداية الزمن تي. مثلا في المنحنى يرسم لي منحنى تغيرات مثلا نقولو تركيز الإيد، تركيز الإيد بالمول على اللتر بدلالة الزمن تي. المقدار اي دو مادام راهو في النواتج معناتها المقدار هذا يزيد بدلالة الزمن، يزيد ويثبت في قيمة. فهنا ومثلا القيمة اللي ثبت فيها هنا هي 0.2 وسقساك في التمرين قال لك حدد قيمة تي اندومي بيانيا. هنا ركز معايا مليح، رد بالك ثم رد بالك، تروح تجي دير قيمة كبيرة وتقسم على زوج وتسقط وتقول له تي اندومي باسكو تدي ديريكت زيرو. على بس كنت لاحظ معايا في التعريف تاع تي اندومي واش قال؟ هو الزمن لازم لبلوغ التفاعل نستقدمه النهائي ولا نستقدمه قلنا الاعظمي، معناتها تقدر تخدم بالاكس فينال ولا تقدر تخدم بالاكس ماكس. هكا سمح در على التقدم برك اكس، ما قالكش هو الزمن لازم لبلوغ اي حاجه نصف قيمتها الاعظميه، قال هو الزمن لازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف تقدم نصف قيمته النهائيه ولا نصف قيمته الاعظميه. معناه كي يكون رسم لك حاجه واحده اخرى من غير اكس لازم تروح تحسب هذيك حاجه واحده اخرى شحال تساوي عند تي يساوي تي اندومي. نعاود شفنا حاله واحد كي يكون رسم لي اكس ذات زمن تي منحنى يثبت، نروح القيمة وين ثبت نقسم على زوج نسقط نلقى تي اندومي. كي يرسم لي منحنى تغيرات اكس ومنحنى ما يثبتش نروح نحسب اكس ماكس من جدول التقدم، نقسم هذاك الاكس ماكس على زوج نعينه في البيان نسقط نلقى تي اندومي. كي يعطيني منحنى تغيرات مقدار اخر من غير اكس، معناتها تلقى هنا في التراتيب حاجه واحده اخرى من غير اكس، واش دير؟ ما تقلقش حاجه سهله، تستعمل علاقات معناتها واش قريتك سابقا. واش ديرو؟ نروح نحسب هذيك العفسه اللي ورسمها لي، واش ورسمني هنا؟ ورسمني التركيز المولي لثنائي اليود، معناتها التركيز المولي للاي دو. نروح نحسب شحال يساوي التركيز المولي للاي دو عند تي يساوي تي اندومي.
سي بون معناتها لازم تروح تحسب هذا المقدار شحال يساوي عند تي يساوي تان دمي. كي تحسب هذاك المقدار تروح تعينه في البيان تسقط تلقى تان دمي. تبع معايا باش نقدر نحسب هذا المقدار شحال يساوي عند تي يساوي تان دمي، لازم نروح نجيب علاقه ما بين وش ورسم واكس، معناتها العلاقه ما بين اي دو واكس. وهدرنا ديجا في العلاقات قلنا باش نجيب كاش تركيز من جدول التقدم هي كميه الماده تاعو على في توتال اللي هو الحجم الكلي. هذه شفناها في العلاقات، سي هي ان على في، سما التركيز هو ان على الحجم الكلي. سمعنا اي دو وش يساوي الان؟ تركيز تاع الاي دو هو الان تاع الاي دو على في توتال. نروح للاي دو شحال الان تاعو؟ اكس. نجي لهنا نكتب اكس على في توتال، واضحه؟ هذا هو تركيز الاي دو بدلاله اكس. بعد نولي لستر، هذه مادام جبتها من الحاله الانتقاليه راهي في اللحظه تي، اللحظه الغير معرفه، لازم تروح تعرفها. باش تعرفها منين جيت اجابه واش تقول؟ تولي لستر تكتب له لما تي يساوي تان دومي، معناتها العفسه اللي قلت لك شرجع بها التعريف تاعك هذيك، لما تي يساوي تان دومي اكس يساوي اكس فينال على 2، تروح تعوض هذا كيما راهنا، معناتها نعوضوا x بx فينال على 2. واش تولي عندك؟ تولي عندك تركيز الاي 2 ونكتب هنا ان دومي صغيره. سي بون هذا نعيطوا له دليل ولا شاهد، معناتها تكتب ان دومي صغيره تدل على ماذا؟ تدل على انك راك تحسب في هذا المقدار عند هذه اللحظه، راك تحسب في هذا المقدار عند هذه اللحظه. كي تعوض x بx فينال على 2 تولي عندك x فينال على 2 على في توتال. وبيناتنا ماشي قصديك كي تكون تحل في التمرين، ما تجي تلحق للتي ان دومي تكون فوقها مخلطها بالحسابات، معناتها كي ما تجي تلحق لهنا اكس فينال تكون عندك، في توتال يكون عندك. تسمى دير تطبيق عددي تحسب برك بالاله حاسبه، باغ اكزومبل تحسب هذه تلقاها 0.1 مول على اللتر. واش نديروا بها هذه 0.1؟ كيما راهي ترفدها تروح تعينها في البيان، هاي 0.1 تسقط في البيان، تقرا هنا واش مكتوب باغ اكزومبل 10، تقول له بالاسقاط نجد تان دومي تساوي 10 سكوند. هذا مكان معناه نعاود كيرسم لك مقدار اخر من غير اكس، لازم تجيب علاقه ما بين وش ورسم واكس. منين نجيب العلاقه؟ من جدول التقدم. تكتب تلك العلاقه مادام جبتها من الحاله الانتقاليه اسمك تخدم في في اللحظه تي، تروح تعرف لي اللحظه تولي لستر تكتب لي لما تي يساوي تي ان دومي اكس وش يساوي؟ اكس فينال على 2. هذه اكس يساوي اكس فينال على 2 كيما راهي نعوضها هنا، خرجت لي اي دو ان دومي هي اكس فينال على 2 على في توتال. وقلت لك كي تجي تلجا للحسابات ما تجي تلحق لهذا السؤال تكون ديجا عندك اكس فينال وعندك في توتال، واذا ما كانش عندك اكس فينال تخدم بالاكس ماكس، تحسب هذا المقدار تلقاه 0.1، هذا 0.1 كيما راهنا تعينه في البيان تسقط تلقى تي ان دومي. وكي يكون منحنى طالع مهما كان المقدار تاعه بالضروره راح تلقاها نص القيمه الكبيره، راح تلقاها نص القيمه الكبيره. دونك تقول لي شيخ اسمع على ما رحناش ديريكت درنا 0.2 على 2، ما تروحش دير ديريكت 0.2 على 2 باش بمنهجيه باش تدي العلامه الكامله باسكو ماهوش راسم لك اكس. التعليل علاه نسحقوا هنا برهان، تسحق هنا برهان باسكو التعريف تاع تي ان دومي ما قالش هو الزمن لازم لبلوغ اي حاجه نصف قيمتها الاعظميه، قال هو الزمن لازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه الاعظمي، معناه در غير على تقدم اكس. اسمع من فضلك باش تدي العلامه الكامله في سؤال كيما هذا باسكو تي ان دومي في اغلب الاحيان دائما يطيح في التمارين تاع المتابعه الزمنيه. سما كي يرسم لك حاجه واحده اخرى من غير اكس واش دير؟ تجيب هذيك حاجه واحده اخرى بدلاله اكس. منين نجيبها؟ من جدول التقدم. تولي ستارت تعرف له لما تي يساوي تي ان دومي اكس يساوي اكس فينال على 2، هذا المقدار كيما راه تروح تعوضه هنا تلقى هذه، تحسب 0.1 واش دير بها؟ تروح تعوضها في البيان تاعك تسقط تلقى تي ان دومي. كيما هنا تي ان دومي لقيناها 10، قلت له بالاسقاط نجد تي ان دومي يساوي 10 سكوند. سما باش تدير العلامه الكامله لازم هذه هي الاجابه. سما هذه ماشي شباح ولا انا فارغين شغل ما لقيناش واش نديرو، هذه عطيتها لك باش تجاوب بمنهجيه وباش تفهم على لازم من برهن. وفي اغلب التمارين تاع بكالوريا من هناك يعاونك، ما يقولكش روح ديرك جيب تي ان دومي، يقول لك روح احسب المقدار تاع اللي هو راسمه شحال يساوي عند تي يساوي تي ان دومي، ومن بعد يقول لك جيب تي ان دومي. معنى هذا يدل على انه لازم نبرهن كي ما يكونش راسم لي اكس بدلت الزمن تي. كيفاش برهن؟ تروح تحسب هذاك العفصه اللي راسمها لك شحال تساوي عند تي يساوي تي ان دومي، كي تحسبها تروح تعينها في البيان تسقط تلك تي ان دومي. وهذه الحاله اللي نتلاقاو بها بزاف في التمارين تاع بكالوريا، واضحه؟ نزيدوا مثال اخر تبعتوا معايا، زعما نديروا مثال وين منحنى يكون هابط، تبعتوا معناتها ماشي كيما هذا، منحنى وين يكون هابط ماشي طالع، معناتها مقدار من المتفاعلات ماشي من النواتج. مثلا يرسم لك منحنى تغيرات تركيز الايموا بالمول على اللتر،
تركيز الإيموا بدلات الزمن تي باكزومبل خلوها بالسكوند، المقدار هذا يتناقص ومثلا نقولوا ما ينعدمش يثبت وثبت في قيمة قدروها 0.1 سمعنا 0.2 هنا 0.3 هكا. والسؤال يقول ما تنساش الفكرة نعلم فيك فتجيب تي ان دومي، حدد تي ان دومي بيانيا ولا حدد المقدار تاع تي ان دومي من بيان باش تقدر تجيب تي ان دومي من بيان. واش كنا نديرو مادام ماوش راسمني اكس نروح نجيب علاقه ما بين وش وراسم واكس. منين نجيب هالعلاقه؟ من جدول التقدم. القانون اللي نستعملوه قلنا التركيز تاع اي مقدار هي كميه الماده تاعو على في توتال اللي هو الحجم الكلي، معناه التركيز تاع الاي موان يساوي التركيز تاع اي موان هو الان تاع على في توتال. شحال الان تاع الاي موان؟ هي ان 2 ناقص 2 اكس. ما تجي لهنا تكتب لي ان 2 ناقص 2 اكس على في توتال. ومن بعد تولي ستار تروح تعرف اللحظه اللي تخدم فيها، راك تخدم لما تي يساوي تي ان دومي. لما تي يساوي تي ان دومي اكس وش يساوي؟ اكس فينال على 2. هذا المقدار كيما راه نروح نعوضه هنا. سما في بلاصه اكس وش نكتب؟ اكس فينال على 2. تولي عندك تركيز الاي موان ان دومي، تركيز الاي موان ان دومي، معناك تحسب في هذا عند تي يساوي تي ان دومي، تلقاها هي ان دو ناقص 2 في اكس فينال على 2، هذا المقدار كاع على في توتال. وقلنا من جي نلحق لهذا السؤال ولا لهذه النقطة يكونوا ديجا عندي المعطيات الكافية، سما نجي لهنا ندير تطبيق عددي، ان دو عندك، اكس فينال عندك، في توتال عندك، المهم هنا زوج مع زوج صراح، تحب تختزل ولا ما تختزلش حتى تحسب كيما تحب، أنت حر. كي تحسب هذه تلقاها مثلا زيرو زوج مول على اللتر. اسمع واش دير؟ تروح لهذه زيرو زوج وراي في البيان، هذه هي نسقط في البيان نقرا هنا واش مكتوب باغ اكزومبل 5 ونولي ستار نقولوا ومنه ولا بالاسقاط نجد تان دومي تساوي 5 سكوند. معناه راك بينت له ولا وجدت له تي ان دومي بيانيا. كيفاش وجدنا تي ان دومي بيانيا؟ والعلاه درنا هذا البرهان، درنا هذا البرهان باش نجاوب بمنهجيه وباش نحسب المقدار اللي راهو راسمه شحال يساوي عند تي يساوي تي ان دومي. سما كي يوصل لك حاجه واحده اخرى من غير اكس واش دير؟ تروح تجيب هذيك حاجه واحده اخرى بدلاله اكس من جدول التقدم. تولي ستار تعرف له اللحظه اللي تخدم فيها، لما تي يساوي تي ان دومي التقدم اكس يساوي اكس على 2، هذا المقدار كيما راه تعوضه هنا. عوضنا حسبت هذه كاع تلقى قيمه، هذه قيمه تروح تعينها في البيان تسقط واش تلقى التي ان دومي. واضحه؟ تسمى تلاحظ معايا بلي مهما كان منحنى يطول لك طالع هابط يثبت ما يثبتش، كي يعطيك حاجه واحده اخرى من غير اكس روح جيب هذيك حاجه واحده اخرى شحال تساوي بداله اكس. منين؟ جدول التقدم والاستر يكتب له لما تي يساوي تي ان دومي اكس يساوي اكس على 2، هذا المقدار كيما راه تروح تعوضه في الاكس تحسب هذه الدنيا كاع تلقى نتيجه، النتيجه تلفدها تحطها في المنحنى تسقط تلقى تي ان دومي. دائما وما نضمنوا هذوما الافكار سما لحد الان في الاجزاء كاع اللي شفناهم هذوما كاع هي لا باز تاع الوحده الاولى، سما هذوما كاع لازم تكون فاهمهم مليح باش ندو 20 على 20 ان شاء الله في الباك. سما من فضلك نطلب منك تعاود كاع واش درنا. هذا كلش فيما يتعلق بالتي ان دومي، نزيد لك فكره برك هذه تكونفيرمي بها فقط، رد بالك تخدم بها ديريكت في الباك باسكو ما تديش النقطه، هذه نتاكدوا بها باسكو عباره عن استنتاج والاستنتاج لا يستعمل مباشره يبرهن باش يستعمل. سما اذا حبيت تخدم بهذا الاستنتاج اللي احنا نعطيه لك لازم تبرهنوا قبل باش تستعملوا. انا هذه نعطيها لك غير باش تتاكد بها اشكرك صح ولا راك غلط. واش نتاكدوا بها؟ نتاكدوا بهذا المقدار اللي هو 0.2 اشكر انا صح ولا غلطين. واش دير اذا طالك منحنى هابط وبدا من قيمه وثبت في قيمه اخرى باش تكونفيرمي اشكو هذه 0.2 تاعنا صحيحه ولا لا؟ لا واش دير؟ تروح تبدا تكتب القيمه اللي بدا منها المنحنى اللي هي 0.3، القيمه اللي بدا منها المنحنى تزيد لها القيمه اللي ثبت فيها المنحنى اللي هي 0.1 اسمها 0.3 زائد 0.1 تقسم المجموع على زوج تلقى 0.2 مول على اللتر. هذه رد بالك تخدم بها ديريكت في الباك، هذه بيني وبينك باش نتاكدوا اسكو 0.2 هذه صحيحه ولا غلطه. لا حبيت تخدم بها ماشي معناتها غلطه، اخدم بها بصح لازم تبرهنها باش تستعملها باللي ودي هي القيمه الابتدائيه زائد القيمه النهائيه على 2، هذه باش نكونفيرميو برك اسكو هذه قيمه صحيحه ولا غلطه. واضحه؟ تسمى تحب تتاكد اسكو 0.2 تاعك صحيحه ولا غلطه واش دير؟ شوف المنحنى منين نبدا زيد له المنحنى منين نثبت واقسمها على زوج. واضحه؟ هذا كلش فيما يتعلق بالتي ان دومي. سما وشفنا كاع التي ان دومي، شفنا تعريف تاعو، قلنا هو الزمن لازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه الاعظمي ولا نصف تقدمه النهائي. شفنا كاع الحالات اللي قادر تلقى بها باش تقدر تجيب تي ان دومي، قلنا كي يعطيني اكس ومنحنى ثبت نروح القيمه اللي ثبت فيها نقسم على زوج نسقط نلقى تي ان دومي.
كي يعطيني منحنى تغيرات اكس ومنحنى ما ثبتش، نروح نحسب اكس ماكس من جدول التقدم، نقسمه على زوج، نعينه في البيان، نسقط، نلقى تانمي. كي يعطيني حاجه واحده اخرى من غير اكس، نروح نجيب هذيك حاجه واحده اخرى، شحال تساوي بدلاله اكس من جدول التقدم. اما بعد نروح نعوض اكس، طيب اكس فينا على زوج، نعينها نعوضها هنا، نحسب انا تجري نلقى، نسقطه في البيان، نلقى تانمي. اسم هذا كلش فيما يتعلق بالتعريف تاع التاندمي وكيفية إيجاد تاندمي. نزيد لك آخر نقطة، أهمية التاندمي. التيرلي تاندمي عنده أهمية، وقادر يسقسيك في التمرين يقول لك أعطيني أهمية تاع التاندمي. لازم نعرف بلي كي يسقسيني يقول أعطيني أهمية تاع التاندمي، لي تاندمي عنده زوج أهميات، دوك نشرح لك باش تفهم شنو هي أهمية تاعو. أول نقطة، واحد، أهمية تاندمي. الأهمية رقم واحد، معرفة مدة استغراق التفاعل. ليه هي معرفة مدة استغراق التفاعل؟ وش معناتها؟ معناتها نقدر غير بالتاندمي نعرف التفاعل شحال راح يدوم بلا ما ندير التجربة. مدة استغراق التفاعل اللي هي حوالي، هذه ماشي لازم تعرفها ما تسحقهاش باسكو ما نحسبوش بها، هذه اللي كتب باش تفهم. مدة استغراق التفاعل هي حوالي 7.2 في تاندمي. معناه زعما نعطيك هذا التفاعل ونقول لك تاندمي تاعو 10 دقائق. اسم التفاعل هذا التاندمي تاعو 10 دقائق، باش تعرف شحال راح يدوم واش دير؟ 10 في 7.2، اسم هذا التفاعل يدوم 72 دقيقة. اسم تلاحظ معايا بلي غير بالتاندمي قدرنا نعرفوا شحال التفاعل راح يدوم، يقدر يدوم 72 دقيقة. كيف جبناها؟ دير التاندمي في 7.2، وهذا قلت لك ما تسحقهاش، هذه اللي كتب باش تفهم كيفاش نقدروا نعرفوا مدة استغراق التفاعل. واضحة؟ سمع بالتاندمي نقدر نعرف مدة استغراق التفاعل. زيد أهمية ثانية، أهمية ثانية، المقارنة بين التفاعلات. وش معنى المقارنة بين التفاعلات؟ باش تقدر تعرف شكون التفاعل اللي حيطول، شكون التفاعل اللي أسرع، شكون التفاعل اللي أبطأ. مثلا نقولوا تاندمي تاع هذا 10 دقائق، نعطيك تفاعل آخر نقول لك باغ إكزومبل أ مع باليش أنايا، مثلا اي موا اي 2 زائد 2 اس 2 او 3 دو موا مثلا، زائد تعطيك 2 اي موا زائد اس 4 او 6 دو موا. هذا تاندمي 10 دقائق تاع هذا، تاع سما تاع التفاعل اللي راه عندنا ديجا. ونقول لك نعطيك تاندمي واحد اخر تاع هذا نقول لك ساعه. واضحه؟ اسمها هذا تاندمي تاع التفاعل هذا. سمعني زوج تفاعلات وزوج لي تاندمي. كي نسقسيك نقول لك شكون اللي التفاعل الاسرع على حسب تاندمي، برك تقدر تعرف شكون اللي اسرع. هذا التاندمي تاعو 10 دقائق، هذا التاندمي تاعو ساعه، معناه هذا تفاعل اسرع من هذا، باش كذا طول باش الحق، هذا طول باش الحق التاندمي بارابور لهذا. اسمع هذا التفاعل اسرع من هذا التفاعل، معناه نقدر نقارن بين التفاعلات غير من واش؟ غير من التاندمي. واضحة؟ هذا كلش فيما يتعلق بأهمية التاندمي، وهذه آخر نقطة لازم تعرفها فيما يتعلق بالتاندمي. نتكل عليكم، لازم سي زير وعاود في الدار. راك تعرف في الفيزيك لازم ندعو على ما كامينا. نتكل عليكم، رانا ننشروا فيديوهات يوميا بإذن الله على 9 مساء. سما نتكل عليك، زير أي استفسار ولا سؤال خليه في التعليقات، أنا نقرا كاع التعليقات، سما كاع الأسئلة اللي راكم تطرحوهم لي نسي نجاوب عليهم في الفيديوهات اللي راهم جايين إن شاء الله كي قدمناك الدروس، وربي ينجحكم كاع إن شاء الله. السلام عليكم.